تذكره الطياره في جيبي. انت عارفه معنى ده ايه؟ معناه ايه يا عمتي؟ اهدي يا اميره، هما بس قلقوا علينا شويه. عن اذنكم انا طالعه اوضتي. ام هانم هتداري يا عشا. انا مش هتعشى، تصبحوا على خير. زعلتي من ماما؟ انا مش فاهمه ايه اللي حصل. ممنوع خروج، ممنوع تاخير، ايه سجن؟ لا ابدا، لا سجن ولا حاجه، بس مامي خايفه عليكي. خايفه عليا؟ الكلام ده لو انا عيله صغيره لسه في الجامعه. لا انا عشت فتره طويله من عمري وانا لوحدي. لا انا ما اقدرش على كده ابدا. مع انك يعني كنت مع ابي كمان، يعني ما فيهاش حاجه، وهو مهذب ولطيف. افرضي انه مش مهذب ولا لطيف، وانا ما اقدرش اوقف كل واحد عند حده. ليه؟ هو ضايقك؟ ضايقني؟ بالعكس، ده كان لطيف قوي معايا. الراجل كتر خيره، تعب معايا قوي. وايه قال لك ايه؟ قصدي كلمته في ايه يعني؟ احكي لي. ما اتكلمناش في حاجه، يعني الارض والزراعه بس. ايوه بس. امال عايزاه يكلمني في ايه تاني؟ لا ابدا، انا كنت بس. الله، برافو يا متر. انا ما كانش عندي اي امل انك تكسب القضيه دي بالذات. لا انا ما باخدش اي قضيه الا اذا كنت متاكد اني هكسبها. اظن نازك هانم هتطير من الفرحه لما تعرف. طبعا دي قضية بتاعت 2 مليون بالراحه. ودي كلها ملك نازك هانم؟ اه كلها ملك نازك هانم، الا اذا حبت تقسمها على البنات. بس المره دي بقى القسمه تكون بالعدل. احنا هنرجع للكلام ده تاني. المهم انت دلوقتي حضر لي كل اوراقك عشان هروح لنازك هانم ابشرها. انت ناوي تروح لوحدك ولا ايه؟ ايه؟ عايز تيجي معايا؟ ده اذا ما كانش عندك مانع. افارم عليكي كمال بيه، افارم عليكي. انا ما عملتش حاجه يا نازك هانم، دي ارضي من حقك، والحق كان لازم يرجع لاصحابه. ارض ملك حضرتنا لازم سجل في شهر عقاري، مفهوم كمال بيه؟ عملية التسجيل دي يا نازك هانم أنا هقوم بيها بنفسي، إحنا لنا بركة إلا أنتِ. تشكرات مصطفى بيه، تشكرات. الأرض دي ممكن يتعمل عليها مشروع يجيب قدها 10 مرات. مش وقت يا مصطفى. نازك هانم أرجوكي، مفيش أي تصرف في الأرض دي من غير ما آخد خبر. إيه الحكاية يا كمال؟ أظن مشروعات الأرض دي من اختصاص المكتب. ولا ايه؟ اهي دي بقى ما فيهاش مرافعه. لا مش قصدي يا مصطفى، انا قصدي يعني ان احنا نفكر ونستنى ونشوف افضل العروض وبعدين نتصرف بناء على كده. انا كان قصدي ان الورثه يتفقوا ويعملوا القنده. ما حصلتش. الورثه؟ تقصد مين بالظبط؟ اميره هانم وعايده هانم وملك هانم لو حب. كلام سابق اوانه مصطفى بيه. كمال بيه ادرسي مشروع وبعدين فكري. اهلا استاذ مصطفى، انت فين من زمان؟ هلو يا انا. اهلا. انما انت بقى محدش بيشوفك ليه؟ يا خبر، حد يطول يشوف عروسة قمر كده وما يجيش يشوفها كل يوم. ميرسي. اهلا اهلا يا رامي.
امال عايده هانم فين و عايده واميره حابسين نفسهم في اوضهم من امبارح انده لهم رافيا كل ام هانم في اتنين زياده على سفره كمال بيه مصطفى بيه ضيوف على غدا حاضر يا ام الو ايوه يا فندم موجود عايده تليفون عشان أميرة أميرة أنت كنت فين؟ سألت عليكي قالوا لي نزلت أنا مسافرة بكرة أنا جيت عشان أسلم عليك بكرة بكرة هتقعد هنا كتير مش عارفة أنا مش فاهم يعني إيه مش عارفة قصدي مستعجلة ليه على السفر شغلي كله متعطل أنا اتأخرت قوي عليهم في هناك حد مهم مستنيكي كان مهم قصة حب لغاية دلوقتي مش عارفة يمكن لما اشوفه احس انه انسان غريب عليا ويمكن العكس بيحبك بطريقته وانتي كنت عايشة عشانه كنت بحس انه كل حاجة في حياتي كنت هتتجوزه بس انا رفضت رفضتي رفضت ازاي وانت بتحبي الحب ده كله عمتي قالت لي اني ما قدرتش احب عيوبه وهو متمسك بيك وهو معايا بيبقى متمسك بيا كنت بتفكري فيه في الفتره اللي فاتت اوقات اطلب لي فنجان قهوة لا لا متشكرة اديني سجارة من فضلك أميرة مالك الدموع اللي في عينيك مش عايزة أسافر بلاش أجيلي سفر تحبي أجي معاكي يا ريت أميرة أرجوكي أرجوكي تخليكي صريحة معايا قوليلي
كل اللي انت حاسه بيه. مش عارفه، انا بكره السفر، بخاف من الطياره، تهيالي كل مره اركب فيها الطياره اني هموت. يمكن ده احساس بعدم الامان. اميره انا اوعى تحسسني اني ضعيفه، اوعى تحسسني ان انا محتاجه لحد. انا طول عمري لوحدي. ولحد امتى هتفضلي لوحدك؟ يا ريت يا ريت تسمحي لي اكون جنبك. اميره اجلي سفرك. ده يبقى هروب، وانا ما تعودتش اني اهرب. لا ده مش هروب، ده مجرد تأجيل. الموقف اللي ما تقدرش تاخد فيه قرار حاسم وسريع، وفي ساعتها يبقى عمرك ما تاخد فيه موقف. أميرة كتير قوي عايزهولك، لكن دموعك نسيتني كل حاجة. أميرة اوعديني، مش عايز أبدا أحس إنك محتارة وأنا جنبك. أنا حاسس بالفعل إني مسؤول عنك. أميرة أنا بعد شوية هبقى كويسة وهسافر وهركب الطيارة، وبعدين هرجع وكل حاجة تبقى كويسة. طيب ممكن نقعد مع بعض شوية؟ بعدين لما ارجع احتمال نقعد مع بعض كتير قوي. واحتمال تسألنيش. أميرة انت بالفعل دخلت جوه حياتي، خليتيني احس باحساس عمري ما حسيت بيه في حياتي ابدا. كمال علشان خاطري كفايه. هوصلك المطار بكره. وبالليل هستنى تليفونك. انت ازاي تكلمني في التليفون في البيت؟ عادي بس عشان نتفاهم. نعم بدل البهدلة يا بنت الناس، هما كلمتين تروحي تجيبي شنطتك ونسافر على طول في اي حتة انت عايزاه. انت مش فاهم حاجة، أنا مش ممكن أجي معاك، مش ممكن أسيب مصر، ده شرط. شرط إيه؟ الفلوس اللي سايبها لي بابا، ما أقدرش أخد منها ولا مليم إلا إذا قعدت في مصر وفي بيت جدتي. آه فهمت. طب ما اشتغلي كده من الصبح. خلاص أجي معاكي وتعرفيني بيه جوزك وجيم السفر. لا كلهم عارفين اننا انفصلنا. يبقى ما قدرتش على بعدك ورجعتك، هي دي مشكلة. مش ممكن. اذا فضلتي مصممة على كلمة مش ممكن دي، يبقى حاجي البيت وهقابل جدتك واحكي لها على كل حاجة بالتفصيل. ويا طبعا ما يخلصهاش اني اطلبك في بيت الطاعة وانت عارفة الباقي. انت سافل. احنا هنغلط. عايدة ليه مش مصدقة اني بحبك؟ تقدري تقوليلي دلوقتي انا اروح فين برجلي دي؟ بعجز ده اللي انت السبب فيه؟ ما هو لو ما سمعتيش كلامي بالذوق انا هروح وحقول وحتبقي
في الشارع وانا معاك. وانت هتستفيد ايه لما ابقى انا في الشارع؟ نبقى سوا، نونس بعض، بدل ما ابقى انا لوحدي في الشارع. على كل إن انا هديكي فرصه تفكري عشان ابقى عملت اللي عليا. عم كامل افندم، نزل الشنطه عربيه كمال بيه. حاضر. لما تصحى عايده ابي سلميلي عليها، كان نفسي اشوفها قبل ما اسافر، لكن معلش بقى اجي معاكي المطار يا اميره. لا يا حبيبتي ما تعطليش نفسك، مش عندك كليه؟ لا ده النهارده جمعه ما فيش كليه. طمنيني اول ما توصلي يا اميره وحياتي. حاضر يا عمتي. انا بقول يا دوبك نتحرك عشان نلحق ميعاد الطياره. باي باي. باي. مع السلامه. باي. الطيارة تهيألي كل مرة أركب فيها الطيارة إني هموت. يمكن ده إحساس بعدم الأمان أميرة. أنا أوعى تحسسني إني ضعيفة، أوعى تحسسني إن أنا محتاجة لحد. أنا طول عمري لوحدي. ولحد إمتى هتفضلي لوحدك؟ يا ريت يا ريت تسمحي لي اكون جنبك. كمال. ابي كمال. مالك؟ ماليش. هي فعلا اميره ملهاش حق، كان ممكن عبدي يوصلها بالعربيه وخلاص. ازاي بقى؟ يعني انت لو سافرتي يسيبك تسافري لوحدك برضه؟ ليه بقى؟ وهي زيي؟ طبعا زيي. هي اميره مش بنت خالي؟ ايوه. امال ايه بقى؟ ابدا، اصلا يعني شايفه انك مهتم بيها زياده عن اللزوم. ايه ده مالك ماشي بسرعه كده؟ ولا حاجه. اتفقتي على حاجه مع مصطفى زهني؟ بشان ايه؟ بشان حته الارض. وانت رايك ايه مالك هاني؟ يعني هو بيفكر كويس، بس انا ما بثقش قوي بذمته. رايك انت يا عايده في ايه؟ في مصطفى ده من ناحيه ايه؟ يعني بتحسي كده انه موضع ثقه؟ انا ما بثقش في حد. غريبه، مع ان انا يعني اللي شايفاه انه مهتم بيكي وبشؤوني. تقصدي ايه؟
انا ما اقصدش حاجه. انت زعلتي؟ انا ما بقتش ازعل من حاجه، كفايه زعلت كتير. عن اذنكم. عشان كده انا بكره اتنقل من مكان لمكان. كل ما احس اني دافيانه في مكان اتنقل منه لمكان تاني، وبعد ما هاخد على البيت شويه هرجع مصر واحس تاني اني برتانه. يا ريتني ما كنت جيت. مفيش مخلوق مستنيكي في المطار يا اميره. يمكن التلغراف ما وصلش. مش عايزه اشوف حد ولا اقابل حد. الو 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 غريبه قوي. لغاية امتى هتفضلي تخافي من الكهرباء ومن الاسانسير ومن التكييف ومن الطيارة؟ مش عارف، كأني متخلفة ولا جاية من غابة. أكيد أنت متوحشة. أنا؟ لو كنت متوحشة ما كنتش أخاف بالشكل ده. يمكن علشان مش متعودة أعمل حاجة بنفسي. ماما كانت بتعمل لي كل حاجة. بتحبني؟ ايه يا اميره؟ انت ليه دايما تسالي السؤال ده؟ ما انت عارفه الاجابه. يعني صعب قوي لما تقولها؟ لما بتتقال كتير بتفقد معناها. عمر كلمه الحب لما تتكرر ما تفقد معناها. اميره هتفضلي طول عمري خياليه. اشمعنى قهوة فرنساوي؟ ليه مش شاي؟ الشاي مضر والقهوة الفرنساوي بتاعت الناس الشيك. حسبي
حاسس بايدك تتلسع. بتخاف عليا؟ لا بخاف على النار. كان دايما يستخسر يقول كلمة حلوة، يا اما ما كانش بيعرف يعبر. بس اللي يحس بحب حقيقي ضروري يعرف يعبر عنه. أميرة أنا كان عندي كلام كتير أوي عايزهولك، لكن دموعك نسيتني كل حاجة. أميرة اوعديني مش عايز أبدا أحس إنك محتارة وأنا جنبك. الو، ايوه يا عزيز، انا وصلت النهارده. الله يسلمك. اسمع يا عزيز، انا عايزه اصفي كل اعمالي اللي هنا وارجع مصر، وانت طول عمرك كنت عايز تشتري الاتوليه بتاعي وانا موافقه، بس خلص بسرعه وتعالى عشان نتفاهم. عزيز، مفيش حد سأل عليا؟ بس ما فيش حد تاني؟ طيب انا منتظرك. الو، اهلا عبد الهادي بيه. جلسه بكره؟ لا طبعا فاكر، اطمن خالص. هنتقابل في المحكمه بكره الصبح ان شاء الله. ربنا معانا. مع السلامه. الساعة بقت 10:30. مش فاهمة كلمتش ليه. أنا بكره السفر، بخاف من الطيارة. تهيألي كل مرة أركب فيها الطيارة إني هموت. لو تعرف أنا قلقان عليها قد إيه ما كانش اتأخرت بالشكل ده. مش لازم تسافر لوحدها، كان لازم اسافر معاها. جرى لك ايه يا كمال؟ ايه اللي مغيرك بالشكل ده؟ طول عمرك مع المبادئ والعواطف بتخلي قلبك زي الصخر. ايه حكايتك بالظبط مع البنت دي؟ فالت دي مصطفى زهني كان عاوز مين في تليفون؟ كان طالب عايده يا ماما. اسباب ايه عايده حفيدتنا؟ اصل بيدور لي على شغل. يا انا هو مصطفى زهني بيعرف يدور على شغل؟ راويه ما تتدخليش في كلامته. هي أميرة ما قالتش هترجع إمتى؟ لا ما قالتش. تعرفي يا عايدة، أميرة كانت عاملة حس في البيت، مش كده يا ماما؟ إيفات إيفات لكن هي أكيد راجعة. قصدي يعني مش ممكن تغير رأيها. تغير رأيها إزاي؟ يعني أنا اللي فهمته إنها عاشت هناك طول عمرها، مش معقول يعني تسيب بلدها وتتغرب عشان شوية فلوس. بالعكس، هي رجعت لبلدها. أصل انت يا روي لسه صغيرة، ما جربتيش يعني ايه الواحد يعيش من غير أهل، من غير ناس يحملوا همه ويحبوه ويخافوا عليه.
ده حقيقي. بالعكس بقى، احنا كنا مبسوطين اكتر في باريس عشان انتي كنتي عايشة مع ماما وبابا. لكن لو كنتي هناك لوحدك من غير بابا او ماما كنتي اكيد هتحسي انك عايزة ترجعي بلدك. مجرد انك تحسي انك عايشة وسط ناس بيتكلموا نفس لهجتك، بيعيشوا نفس عوايدك، مش ممكن ابدا تحسي بالوحدة. تعرفي يا عايدة، انت لو كنت توفقتي في جوازك كان ممكن تعملي بيت ويبقى عندك اولاد دلوقتي. ما كانش ممكن. ليه يا عايدة؟ ملك هانم، كلام كبار امام حفيدتنا راوية يوك. يا أنا الكلام ده كان زمان، ايام ما كنتي بتخبي وشك بالبيشة والحجاب، لكن دلوقتي خلاص البنات لازم يعرفوا كل حاجة عشان ما يندبوش. دبوش؟ ده صحيح يا راوية. أنا لو كنت لقيت حد يفهمني أو يوريني الصح فين والغلط فين ما كانش حصل لي اللي حصل. لكن بابا كان دايما مسافر وماما بتدي أوامر من غير أي توضيح. أقدر أعرف المبلغ اللي بتعرضه عليا ده مقابل إيه بالظبط؟ مقابل تذكرة طيارة لندن لأنقرة لسويسرا لأي مكان تحب تفكر تبص لمستقبلك تعرض نفسك على دكاترة وتعمل العملية. إحسان يعني؟ أستغفر الله يا أخي، ده احنا اخوات. انا كل اللي عاوزه منك بس انك يعني اني ابعد عن عايدة، مش كده؟ علشان تبعد عن المشاكل. عايدة دي حياتي. في انسان في الدنيا ياخد فلوس عشان يسيب حياته؟ انت ما تعرفش انا بحبها قد ايه. عارف اللي يتجوز عايدة مش ممكن يقدر يستغنى عنها ابدا. ده اكيد. انت بتاخدني على قد عقلي. يا سلام يا طاهر، لو تعرف انا بعزك قد ايه وعايز مصلحتك قد ايه. النوع اللي زي عايدة ده عايز الاهمال، عدم الاهتمام. انا عايزك تبقى غامض شوية، ما تحاولش تظهر لها عواطفك كلها مرة واحدة، لانها لو حست انك بتجري وراها هتهرب منك. معادلة، طول ما هي حاسة انك ما بتحبش حد غيرها هتتنمر. ازاي يعني؟ انا اقول لك ازاي. في نوع من الستات يحب الصعب، عارف يعني ايه؟ يحب الانتصار، معركه بينها وبين الراجل اللي بيحبها. عايزه تحس دايما انها على هامش حياته عشان بعد كده تدخله حياتها، فتبقى هي كل حياته وتمشيه بعد كده زي ما هي عايزه. صحيح بتحسسه ان الامر امره والنهي نهيه. هي كده صدقني. انت مش فاهم اي حاجة. عايدة مش من الصنف ده ابدا. عايدة حربت الدنيا كلها عشان تتجوزني. عايدة كانت بتحبني. وانت استغليت الحب ده اسوأ استغلال. فضلت تديك وانت ما بتشبعش ابدا. الست نفسها قصير، ما تقدرش تفضل طول عمرها تدي من غير ما تاخد اي حاجة. عمرها ما حسست انها متضايقة. بالعكس، انا عمري ما حسيت ان في اي فرق بيني وبينها. عشان كده خليتها تبيع كل مجوهراتها، ها؟ عشان كده خليتها تديك مفتاح عربيتها ودور تتصرمح ليل نهار. اسمع طاهر، انا عايدة قالت لي على كل حاجه. للدرجه دي انت بقى؟ ما تخليش مخك يروح بعيد. انا سبق قبل كده وقلت لك ايه بالظبط العلاقه اللي بتربطني بالعيله دي. ما تفلقنيش بقى بالعيله. العيله أنا عيلة دي اللي كل واحد فيهم عايش في ناحية. أنا عيلة اللي مش عارفين بنتهم اللي عايشة في وسطيهم إذا كانت متجوزة ولا متطلقة ولا إيه؟ ما تكمل. عايز تعرف كل حاجة كده ببساطة؟ لا معلش، سيب لي حاجة بقى أحتفظ بيها لوقت اللزوم. شوف يا طاهر، أنا زي أخوك، خدها نصيحة مني. عايدة مش ممكن هترجع لك بالعافية.
اديها فرصة انها تفكر. انت كمان لازم تستعمل عقلك شوية، مش يمكن ترجع في كلامها وكل شيء يبقى كويس. عموما انا ما انصحكش باي عنف. برضو ما وصلناش لاي حاجة في الوقت الحالي. ما اقدرش اوعدك برضو ان احنا نوصل لاي حاجة. كلها حيوية. أهلا يا فندم. يا ترى ما اتصلتش بيك؟ هي مين؟ أميرة طبعا. أهلا أهلا. أنا كنت بس عايزة أطمن عليها. لا هي الحقيقة ما اتصلتش بيا، ده أنا كنت فاكر إن هي اتصلت بيكم هنا. وهي معقول هتبقى في تونس وتفكر فينا؟ الخضرة والمية والوجه الحسن. أميرة ما تخافش عليها. لا بالعكس، أميرة طفلة ومش سهل إنها تتصرف لوحدها. أميرة لما بتحب تبقى طفلة بتبقى طفلة. هو في حد طفل النهاردة يا كمال بيه؟ المهم أنا طلبتك النهاردة عشان أنت عارف أنا قد إيه بثق في رأيك. طبعاً مصطفى زهني عرض عليك مشروع اللوكندا، ياريت أعرف رأيك. الحقيقة رغم إني مش متحمس لمشروع اللوكندا إلا إنه مشروع مش سهل، خصوصاً الأرض غالية جداً اليومين دول، فلازم تستثمر أفضل استثمار. على العموم الموضوع محتاج لدراسة التفصيلات. كمال بيه، أنا الموضوع ده يهمني أنا بصفة خاصة، يعني لو وافقت عليه هبيع أرضي على فلوس راوية عشان أقدر أسيب لها إيراد كويس. محدش يعرف الحياة من الموت، وكمان ما أقدرش أشحطط البنت بين أراضي وعمارات، وخصوصا بعد عمر طويل لنازك هانم مش هتلاقي حد يسأل عنها. بس دي مش نظرة تشاؤمية شوية؟ عايدة وأميرة زي إخواتها تمام؟ بصراحة أنا مش شايفة كده. كل واحد دلوقتي بيفكر في نفسه بس. حتى رستم أخويا اللي كان عارف ظروف راوية كويس ما حاولش يحسسها بأي تعويض. رستم فضل أميرة عننا كلنا، حتى عن عايدة، بالرغم أن ظروفهم كلها واحدة. بالعكس عايدة كانت محتاجة أكتر. إنسانة ما كملتش تعليمها، ما اشتغلتش، اتجوزت واتطلقت، يعني من كله. إنما أميرة إنسانة ناجحة. أيوة بس هو ساب عايدة مسؤولة من الراجل، لكن أميرة كانت لسه ما اتجوزتش، يعني محتاجة تأمن مستقبلها. وأنا وراوية بنتي. ملك هانم والد راوية أعتقد ما سابلهاش قليل. وكفاية حضرتك موجودة، يعني اسمك واسمه يساووا كتير كتير قوي. كتر خيرك يا كمال بيه. نرجع لموضوعنا. تفاصيل المشروع هتوصلني النهارده من مصطفى، هدرسها واديكي خبر. الو. ايوه هي النمره تونس. يظهر امير على التليفون. الو. ايوه يا اميره، ازيك يا حبيبتي؟ وانتي كمان. البيت من غيرك ملوش حس. يعني هترجعي امتى؟ لا مش عايزه حاجه، راويه بس كانت عايزه عبايه حلوه من تونس. ابدا يا حبيبتي مش عايزه حاجه، عايزاكي كويسه. ارجعي لنا بس بسرعه. طيب يا حبيبتي، مع السلامة يا حبيبتي، مع السلامة. هترجع امتى؟ محتاسة يا حرام زي ما قلت، لسه قدامها شوية، هتبعت تلغراف. أنا جيت في ميعادي بالظبط.
خمس دقايق كمان وكنت همشي. يا للدرجة دي؟ طبعا انا وقتي بفلوس. لما ضيع ربع ساعة هنا وربع ساعة هنا، هو العمر كله فيه كم ربع ساعة؟ الحقيقة ملك هانم كانت طلباني فقعدنا ندردش شوية. انا بخاف من الدردشة دي وخصوصا مع ملك هانم بالذات. ليه؟ ايه اللي يخوف؟ لا ابدا، ست ذكية وعقلها ميزان. وده يضايقك في ايه؟ ولا حاجة. المهم الدردشة كانت في صالحي ولا لا؟ المهم ان الدردشة تكون في صالح المجموع. خلصت لي تفاصيل المشروع؟ طبعا انا جاهز. طول عمري جاهز. ولما تجهز يحتار عدوك فيك. ايه حرب يا مصطفى ولا ايه؟ طبعا انا اتعودت على كده، طول عمري في حاله حرب حتى مع نفسي. الانسان ما يبقاش في حاله حرب دايما مع نفسه الا اذا كانت تصرفاته غير سليمه. تعجبني. عارف يا كمال، انت كان لازم تطلع دكتور نفساني او دبلوماسي. بتعرف ازاي تمشي امورك، تعرف ازاي تكسب اللي حواليك وتنشن بالظبط على اللي فيه المصلحه. انشن؟ احنا هنرجع لطريقه الكلام دي تاني. مصطفى يا زهني، انا قلت لك 100 مره ليا اسلوب معين في الكلام، واحب اللي قدامي لازم يحترمه. الله 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 الله، احنا هنزعل ولا ايه؟ انا ما اقصدش حاجه، انا قصدي بس ان انت دلوقتي المستشار بتاع اهم اتنين في العيله، ملك واميره. اسمهم ملك هانم واميره هانم. طب بس برضه من غير ما تزعل. وده يضايقك في ايه؟ ولا انت نسيت ان المحامي بتاعهم؟ طيب نبص في الاوراق دي شويه. لا الاوراق دي تسيبها لي عشان اراجعها على مهلي. الله 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 الله، قوي. انا دايما سليم. راجع واقرا براحتك. المكتب الهندسي اللي هيعمل العمليه دي مضمون وشغله زي ورقه البسطه. بالنسبه للمفروشات انا اتفقت عليها، الموظفين انا اتفقت معاهم. لا لا لا, لا لا لا، بدري قوي على كل التفاصيل دي. مصطفى انا عايزك تفهمني ارجوك، الناس دول هيسلمونا اموالهم ثروتهم. عارف يعني ايه امانه؟ فاهم يعني ايه امانه؟ ملك هانم حط كل فلوسه في المشروع ده، نازج هانم مدخل الارض في المشروع. لسه ما اعرفش راي اميره هانم وعايده هانم. لا راي عايده هانم ده خليه عليا انا. اميره طبعا انت متفاهم معاه. متفاهم معاه؟ يعني ايه متفاهم معاه يا سيدي؟ انا ما اقصدش، اقصد يعني انها اعطيك توكيل بكل اعمالها. تعرف كويس قوي ان رايي مجرد راي استشاري. طب عشان ما نزعلش مع بعض تاني، هترد عليا امتى ده اولا؟ وثانيا؟ ثانيا انا ما بحبش القلق، ولا بحب اللي حواليا يقلقوا. ويا ريت تكون فاهمني. لا لا انا فاهمك قوي. انت كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في النادي. في النادي لغايه دلوقتي؟ دي الساعه 10، انت اتجننتي؟ طب وفيها ايه يا مامي؟ طب ما انا كنت في باريس. يعني في باريس حاجه وهنا حاجه تانية. باريس ابوكي كان عايش، وكمان طريقته كانت غلط. طب وايامها بقى حضرتك ما كنتيش بتقولي كده ليه؟ ايه يا راوي؟ انت هتحققي معايا؟ دي لو جدتك لو كانت صاحيه دلوقتي ما كناش خلصنا. لكن ايه اللي مصحي حضرتك لغايه دلوقتي؟ كمان محرم كان هنا ومشي من شويه. كمان كان هنا؟ وما قلتليش ليه؟ بقول لك ليه؟ وفيها ايه؟ لا ابدا ولا حاجه، بس يعني كنت احب اشوفه. طب اتفضلي اتفضلي اطلعي على اوضتك يلا.
خلصت؟ خلصت ايه؟ دي طلبات مش معقولة. أنا عاوز أعرف الأستاذ مصطفى طالب الحصر ده ليه؟ وأنت مالك يا حشري؟ مالك أنت؟ قلت لك نازك هانم هي اللي طلبته منه. أنا ما يخشش مخي الكلام ده. لو نازك هانم هي اللي طلبته منه كان طلبته منك أنت على طول. يا بني آدم افهم افهم. واحدة صاحبة أطيان وعمارات ومصانع وطالبة حصر الممتلكاتها هي والورثة. دخلك إيه أنت بقى؟ يعني أروح أسألها على فندي؟ يكون آخر يوم في عمرك يا سيد أفندي. أنا مالي؟ أنت اللي هتتسأل وتنشوي يوم القيامة في نار جهنم ولا أنا؟ نعم. ناس تخاف ما تختشيش. اللي هو أنا. أنا مش عارف الأستاذ مصطفى ده له طلبات عجيبة جدا. ولما الاقيك بتستعجل وبصيرة كده واقول لك نازك هانم هي اللي طالباه، مع ان نازك هانم نايمه في العسل نوم. اللي هي عندها كم سنه دلوقتي على فين؟ ما عارف، هم بيقولوا من ايام محمد علي الكبير. انما بالك انت، نازك هانم دلوقتي ما بقتش تتصرف في حاجه لوحدها خالص. كل حاجة تسأل فيها ملك هانم، وملك انت ملك هانم هي الكل في الكل في السرايا الطويلة العريضة دي. علي النعمة انت ما تفهم حاجة ابدا. ملك هانم ما تقدرش تتصرف في إرادة واحد الا بعد اذن ملك هانم. انا بقى متربي في الدايرة دي ابا عن جد. مش عرفك انت؟ طب اقول لك ولا تقولش؟ قول. أم هانم بتقول لك إن بعد كلهم ما يناموا تقعد نازك هانم وملك هانم يقرقروا هما الاتنين في الكلام، وفي الآخر كلام ملك هانم هو اللي يمشي. وأقول لك كمان إيه تاني يا أبو العريف؟ نازك هانم ما بقتش تشوف زي الأول. بتقعد جنبها ملك هانم وتقرا لها أوراقها كلمة كلمة. الله، مش بنتها الوحيدة؟